هل سيعاد تفعيل دور هذه المجموعة، مجموعة فاغنر، بشكل نظامي جديد بحيث أنه يكون خاضع لوزارة الدفاع الروسية؟ حسنا، الذي رأيناه الآن هو قليل جدا ما كان متوقع، فكان الجميع يعرف أن مجموعة فاغنر تمثل بعض الأخطار على وضع الرئيس بوتين في هذا الوقت. نعلم أن هناك بعض الأدلة التي تقول أن هناك ضحايا. نحن لا نعلم من المستفيد على وجه التأكيد من هذه الحادثة، ولكن أصابع الاتهام تشير بشكل كبير إلى روسيا. لماذا سيد بروك؟ إذا كان هناك شخص يعمل بشكل واضح ضد الكريملين أو ضد هذا النظام المستبد، فإن هناك احتمالية كبيرة جدا لأن يقتل أو يتم اغتياله أو يختفي اختفاء قسريا، لأن تلك الأنظمة المستبدة لا تستخدم إلا القوة ردا على من يعاديها. ولقد رأينا مجموعات تنظم الجريمة بشكل واضح. إن هذه المجموعة مجموعة من المجرمين الذين يعملون الكثير من العمليات في دول مختلفة ويحصلون على أموال كثيرة من عملياتهم. إنهم لا يذهبون إلى أفريقيا أو إلى تلك الدول لخدمة تلك الدول، ولكن دعني أقول إن من له مصلحة في هذا نستطيع أن نقول إنه ليس الغرب البتة. نعم.